السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أنوار كيتشن. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة، وصفة ديال الحرشة السائلة في المقلة. غادي تجربوها وغادي تعجبكم، أنا متأكدة أنها غادي تعجبكم إن شاء الله، لأنها سهلة وجد سريعة وكتحضر في 5 دقائق يمكن لكم تحضروها، وكتجي هشيشة بزاف. هنا راه باقا سخونة كيف كتشوفوا، كنتمنى اللي غادي يزور قناتي لاول مره يضغط على الزر ديال الابوني ويفعل الجرس باش هكذا يوصلو كل جديد، ويبارطاجي هاد لا فيديو الى عجبتكم مع الاصدقاء والعائله وفي مواقع التواصل الاجتماعي. ومرحبا بكم، ندوزو على بركة الله المقادير وطريقة التحضير. هنايا درت 2 كيسان بعبار ديال كاس العنبة ديال السميدة الرقيقة، درت 2 كيسان السميدة ديال الحلوة، نص كاس ديال الزيت، زيت المائدة، كنخلطوهم مزيان. كنضيفو 2 معالق ديال الزبدة دايبة، مع معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، ضفت واحد القبيصة ديال الملحة، نضيف البيضة، هنايا دابا ملي خلينا واحد 5 دقائق كيف كتشوفوا اختار لنا الخليط، نزيدو ديك الخمارة ديال الحلوة، ونخلطو مزيان. من بعد ناخذ المقلة باش نطيبوها، ندهنوها بشويه ديال الزبده، بالزبده اولا بالزيت اللي بغيتو بحال بحال.
ديروا هذا بالطيب وديروها على هفية مهيلة. هاي درناها الطيب، ها هي العافية، تكون ناقصة مزيان. ونغطيوها بشي صينية، ولا إلا عندكم الغلاقة ديال المقلاة، أو لا غير بشي طبسي حتى تطيب. هنايا كيف كتشوفوا دابا راه نشفات من الفوق، بقى فيها غير واحد شوية ومحمرة من الجناب. ندوزو غير واحد سباتيلا باش تسهل علينا ملي نبغيو نقلبوها. خديت هاد الصينية فاش غادي نقلبها، دهنتها بشوية الزبدة باش ما تلصقش ليا فيها. كنخلوها مازال واحد شويه تطيب لينا من التحت ونعاودو نطلقها. عبد الله يكورس سليد باش نعطيك فيلمي. جربوها البنات، انا متاكده بانها غادي تعجبكم، حيت كتجيب لينا بزاف وهشيشه واقتصاديه وسريعه في التحضير. الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.